اختراعات نسوي مزراب علشان الخرسانه، عشان نصب الخرسانه وتنزل الينا الحطه اللي حاطينها حق التدعيم. يوم ييسر ان شاء الله. الله ان شاء الله ما تطيح بس مع ثقل الخرسانه. بس خلاص المنطقة مرة ضيقة، فلازم احنا نرفع على الآخر على اساس البوم ما يدقر لنا في مرة مكان معزوق يعني صراحة. لكن ان شاء الله الامور طيبة. عاملين هنا مزراب ان شاء الله باذن الله ما نجيب العيد ما يطيح بس. لا تمام، ما نبغى نضغط عليه، لو فكيت الخرسانة مرة واحدة بالباكت حيطيح اللوح. استمرينا على هذا المنوال لما خلصنا والحمد لله عدت بسلام. طبعا للاسف حنكرر العمليه هذه اكثر من مره لان المكان ضيق، وهذه اللي بيصير معانا الين ما نخلص موضوع التدعيم وبعد ذلك الحفل. فلا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.